هذه السائلة من جدة، سين عين ميم، تقول بأنها قامت وهي صغيرة بسرقة مبلغ من المال من رجل لا يصلي، وهذا المال تقول لقيه هذا الرجل لأنه لقطة، كيف أقوم بإرجاع هذا المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد من إرجاع هذا المال إلى صاحبه الذي أخذ منه، لأنه حق له باق في ذمة من أخذه، فلا بد من إرجاعه بأي وسيلة. نعم.